في إطار التأكيد على رسالة مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية التابع لمؤسسة الجليلة والذي تم افتتاحه مؤخرا للإسهام في تعزيز الجهود الوطنية الرامية للتصدي للجائحة العالمية وغيرها من الأمراض الفيروسية، أعلنت مؤسسة الجليلة عن دعم أبحاث كوفيد-19 في دولة الإمارات عبر 5 منح مالية قيمتها الإجمالية 2.5 مليون درهم. سلمها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي إلى 5 باحثين في المجال الطبي خلال الفعالية التي أقامتها المؤسسة بهذه المناسبة. وتعد المنح الداعمة لأبحاث كوفيد-19 والمعنية بمجالات علم الوراثة والعلاجات والتشخيص الأولى من نوعها، والتي يتم تقديمها من خلال مؤسسة الجليلة العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وهي مؤسسة خيرية تكرس جهودها للارتقاء بحياة الفرد من خلال التعليم والأبحاث في مجال الطبي، حيث تم تخصيص تلك المنح لعلماء يمثلون مجموعة من أعرق المؤسسات الأكاديمية الطبية في دولة الإمارات، شملت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة وجامعة العين ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. وفي هذه المناسبة أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجليلة أن المؤسسة تعمل في إطار رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل القطاع الصحي في دولة الإمارات والعناية الكبيرة التي تشمل بها مسار الأبحاث العلمية والطبية في الدولة. وقد خضعت الطلبات الخاصة بالأبحاث المتقدمة لنيل المنح للتقييم الدقيق ضمن مرحلتين شملت مراجعات مستقلة بالتعاون مع باحثين خبراء من أشهر المؤسسات الطبية في مناطق مختلفة من العالم. وبناء على المراجعات والتقييم وقع الاختيار على 5 طلبات للاستفادة من منح مؤسسة الجليلة، وذلك من بين 91 طلب حصول على المنح البحثية التي تصل قيمة كل منها إلى 500,000 درهم. المشاريع البحثية الفائزة بالمنح هي بحث الدكتورة فرح مصطفى من جامعة الإمارات العربية المتحدة الذي يهدف إلى تحديد صفات الحمض الريبوزي النووي المايكروي خلال المراحل المختلفة لكوفيد-19، بحث البروفيسور ربيع الحلواني من جامعة الشارقة الذي يقوم بتحديد العيوب الخلقية للحصانة المرتبطة بالإصابة المهددة للحياة بكوفيد-19 لدى الشباب الأصحاء سابقا، العوامل الوراثية، بحث البروفيسور طالب الطل من جامعة الشارقة الذي يهدف إلى تطوير علاجات جديدة مستوحاة من الطبيعة لعلاج كوفيد-19 من خلال تثبيط بروتينات وإنزيمات الفيروس، بحث الدكتور أحمد أبو طيون من مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال الذي يدرس التركيبة الوراثية لكوفيد-19 لدى الأطفال والشباب في دولة الإمارات، العوامل الوراثية، بحث الدكتور محمد غطاس من جامعة العين الذي يقوم باكتشاف أدوية مرشحة لتكون علاجا محتملا لكوفيد-19 من خلال استهداف إنزيم البروتياز الرئيسي MPRO للفيروس العلاجات.